اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الاهلي يواصل الضغط على كل المنافسين الحقيقه في النهارده، مباراه هامه جدا وثلاثه نقاط. استطاع النادي الاهلي ان يفوز على فريق الداخليه بثلاثيه مقابل هدف وحيد، ويواصل ضغطه على نادي الزمالك وعلى نادي بيراميدز. اهداف المباراه: محمد هاني في الدقيقه 20 هدف المباراه الاول، ولا هدف ولا اجمل ولا احلى، هدف رائع الحقيقه. محمد هاني احد نجوم هذه المباراه. ثم الهدف الثاني ايضا هدف رائع جدا من جونيور اجايه في الدقيقه 39 للنادي الاهلي من عمر المباراه. ثم ركله جزاء في الدقيقة 73 أحمد سعيد أوكا يحرز هدف نادي الداخلية الوحيد، ويعود جيرالدو بهدف أنا بعتبره واحد من أحلى أهداف الدوري العام المصري، وهقول لكم ليه. في الدقيقة 90 بيحرز هدف المباراة الثالث أو هدف المباراة الرابع والثالث للنادي الأهلي. جيرالدو حقيقة واحد أيضا من نجوم هذه المباراة. ثلاثة نقاط غالية جدا 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 زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي. الأهلي بيواصل الضغط على بيراميدز وعلى نادي الزمالك، خصوصا بعد هزيمة بيراميدز أمس وتعادل نادي الزمالك اليوم.